رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومعانا دلوقتي مع اهم الاخبار المحليه والاخبار العالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع الغاء المؤتمر الصحفي لاجيري قبل انطلاق معسكر مباراه النيجر. محمد صلاح يستجم في اسكندريه لمده 24 ساعه ويكتفي ببادي جارد واحد. المنتخب يكشف موقف رمضان صبحي من اللحاق بمباراه النيجر. يلا كورة، وكيل رمضان صبحي ليلا كورة، رمضان صبحي يعود لإنجلترا الأربعاء لاستكمال علاجه. كورة، انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لروسيا. اليوم السابع ثروت سويلم يقترب من رئاسة بعثة المنتخب الأولمبي في روسيا. فيتو حرس الحدود يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة الاتحاد. بوابة الفجر استدعاء نجم الجونة لمنتخب إثيوبيا. في الجول غزال يشارك في انتصار فانكوفر، وعمرو طارق يشهد تعادل أورلاندو من دكة البدلاء. أيس الإسبانية العقوبة تنتظر، لجنة الانضباط الفرنسية تحسم مصير مبابي الأربعاء. سبورت 360، رونالدينيو ميسي ليس أفضل لاعب في التاريخ. ويورو سبورت، بوكبا ينتظر الشتاء ويحدد وجهته القادمة. هنبتدي اهم اخبارنا المحليه مع اليوم السابع اللي قالت ان الغى خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر المؤتمر الصحفي اللي كان المفروض ان هو يقام بكره الاثنين قبل انطلاق معسكر الفراعنه استعدادا طبعا لمباراه النيجر يوم 8 سبتمبر الجاري، وده بسبب ان حضور طبعا المدرب النهارده لمباراه سموحه وبيراميدز في الدوري، وده خلاه ان هو ياجل اللقاء وهيفضل هناك ان شاء الله في اسكندريه لحد ما ينطلق معسكر المنتخب بكره في برج العرب، فمش هيكون في مؤتمر صحفي. كمان اليوم السابع قال ان توجه محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي لمدينه من المدن الساحليه وتحديدا الاسكندريه بعد ما وصل للقاهره الساعه 4 الفجر النهارده بصحبه احمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الانجليزي. كشف كمان المصدر ان محمد صلاح اتعمل له كل الاجراءات الخاصه بدخوله في دقائق معدوده اول ما وصل لمطار القاهره، وكمان خصص اتحاد الكوره 2 بادي جارد يكونوا موجودين مع محمد صلاح ويصطحبوه من المطار، لكن هو فضل ان هو ياخد واحد بس معاه اسكندريه. برضو من اليوم السابع قالت ان كشف مصدر في المنتخب ان رمضان صبحي لاعب منتخب مصر المحترف دلوقتي في فريق هادرسفيلد تاون الانجليزي مش هيلحق مباراه المنتخب قصاد النيجر المقرر ان هي تكون ان شاء الله يوم 8 سبتمبر الجاري، وده بسبب الاصابه اللي لحقت بيه في الدوري الانجليزي او في البريمير ليج. وقال المصدر ان اللاعب هيخضع للكشف الطبي في معسكر المنتخب ومش هيقدر يشارك قصاد النيجر. يلا كورة كمان قالت ان اكد نادر شوقي وكيل اعمال رمضان صبحي لاعب هادرسفيلد تاون الانجليزي ان اللاعب مش هيرجع ان شاء الله لانجلترا يوم الاربعاء اللي جاي عشان يقدر يستكمل برنامجه العلاجي. وكمان قال نادر شوقي ان رمضان صبحي المفروض ان هو يرجع انجلترا ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي عشان يكمل البرنامج زي ما قلت لكم، ودي الاصابه اللي لحقت بيه زي ما قلت لكم في البريمير ليج. وقال كمان ان اللاعب تواجد في مصر مؤخرا عشان يروح يعمل التقرير الطبي في منتخبنا الوطني الخاص طبعا لتقديمه لمنتخبنا الوطني عشان هم يحددوا حالته النهائيه ويحددوا موقفه برضو من معسكر منتخب الفراعنه. كمان كوره قالت ان بينطلق معسكر منتخب مصر الاولمبي النهارده الحد استعدادا للسفر لروسيا يوم 5 من شهر سبتمبر الجاري، وهيقابل ان شاء الله الفراعنه روسيا يوم 7 من الشهر نفسه في اطار الاستعداد لبطوله افريقيا المؤهله لاولمبياد طوكيو. المفروض ان هينضم 14 لاعب للمعسكر الاولمبي خلال اليوم الاول اللي هو النهارده، وبعد كده هينضم 12 لاعب بكره الاثنين للمعسكر الاولمبي. كمان اليوم السابع قالت ان بيدرس اتحاد الكوره تكليف ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبليه برئاسه بعثه المنتخب الاولمبي في روسيا في الفتره من 5 لحد 8 سبتمبر الحالي. هيخوض طبعا الفراعنه مباراه وديه مع المنتخب الروسي في موسكو، ده بسبب اعتذار كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة والمشرف على المنتخب الأولمبي عن رئاسة بعثة الفراعنة في روسيا بعد ما تم تكليفه بتنظيم مباراة مصر والنيجر في تصفيات أمم أفريقيا يوم 8 سبتمبر الحالي.
كمان فيتو قالت ان بيعود فريق الكوره في نادي حرس الحدود بقياده عماد سليمان للتدريبات الجماعيه النهارده بعد راحه سلبيه حصلوا عليها بعد التعادل قصاد بتروجيت سلبيا اول امبارح، وبيستعد حرس الحدود دلوقتي لمواجهه الاتحاد السكندري يوم 12 سبتمبر ان شاء الله ضمن مواجهات الجوله السادسه من بطوله الدوري المصري ممتاز. كمان بوابه الفجر قالت ان تلقى نادي الجونه خطاب رسمي لاستدعاء لاعب الوسط الدولي الاثيوبي جاتوش بانم لمعسكر منتخب بلاده، واللي هيستعد لمواجهه منتخب سيراليون يوم 9 سبتمبر اللي جاي ضمن منافسات الجوله الثانيه للتصفيات المؤهله لنهائيات كاس الامم الافريقيه 2019. شارك بانم مع الجونه في الجولات الاربعه الاولى من الدوري المصري ممتاز قصاد المصري بورسعيدي ووادي دجله وحرس الحدود والداخليه. في الجول كمان كتب ان شارك المصري عالية غزال في فوز فريقه فانكوفر وايت كابس على ضيفه سان جوزيه في ملعب بي سي بلس ضمن منافسات الدوري الامريكي لكره القدم. غزال لعب المباراه كامله في خط وسط الفريق الكندي قبل حضوره لمصر عشان ينضم لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهه النايجر بعد ما تم ضمه من قبل المكسيكي خافيير أجيري وتم استدعائه في المباراة دي أو للمعسكر ده. كمان عمرو طارق كان موجود على دكة بدلاء فريق أورلاندو سيتي خلال التعادل قصاد ضيفه فيلادلفيا يونيون. كمان ايس الاسبانيه قالت ان لجنه الانضباط عملت جلسه طبعا ده رابطه الانضباط في رابطه الانديه الفرنسيه المحترفه، عملت جلسه مهمه جدا او هتنسى تعملها ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي عشان يتم خلالها بقى تحديد العقوبه اللي هتم توقيعها على نجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي. وفقا لتقارير فرنسيه المفروض ان هيتم عرض اللاعب او تعرض اللاعب لعقوبة من الرابطة الفرنسية بعد ما حصل على البطاقة الحمراء المباشرة فضلا طبعا عن سوء السلوك اللي بدر منه واللي بيتنافى مع الروح الرياضية. سبورت 360 كمان قالت ان رفض الاسطوره البرازيليه رونالدينيو وضع ليونيل ميسي زميله السابق في برشلونه في المرتبه الاولى كافضل لاعب في تاريخ كره القدم برغم تاكيده ان هو الافضل في العالم في الوقت الحالي. قال رونالدينيو في تصريحات ابرزتها صحيفه ماندو ديبورتيفو الكتالونيه: بدون ادنى شك ليونيل ميسي هو افضل لاعب في تاريخ برشلونه، وخلال كل تلك السنوات عمل اللي مش اي حد في العالم قدر ان هو يعمله، هو فعلا الافضل. وتابع قال: من الصعب انك تقول ان هو الافضل في تاريخ كره القدم لان كان في عصور كتير جدا مختلفه، وكان مثلا بيليه هو الافضل في وقته، وبعد كده جه مارادونا كان هو الافضل في وقته، كذلك زيدان او رونالدو الظاهره في عصرهم كل واحد كان الافضل في وقته، لكن بالتاكيد برضو ميسي من ضمن الافضل عبر التاريخ. كمان يورو سبورت قالت ان اللاعب الفرنسي الشاب باجبا قال للناس القريبه منه ان هو رحل عن صفوف مانشستر يونايتد الانجليزي في فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه. باجبا بطل العالم كان طبعا على رادار البارسا في الصيف الحالي، لكن النادي الانجليزي رفض التخلي عن خدماته برغم توتر العلاقه ما بينه وما بين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. وفقا للديلي اكسبريس البريطانيه فباجبا ما عندوش رغبه ان هو يفضل موجود في صفوف مانشستر يونايتد لنهايه الموسم بسبب طبعا خلافاته المستمره مع المدرب جوزيه مورينيو. طيب دلوقتي بقى ميعادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.